شاشة الدليل المحاسبي يتم الدخول إليها من إدارة الحسابات، المدخلات الأساسية، الدليل المحاسبي. تعتبر شاشة الدليل المحاسبي شاشة إجبارية ومهمة، إذ لا يمكن لأي شركة أن تستخدم نظام يمنسوفت المتكامل في نشاطها التجاري. إذا لم تقم بتقسيم وإدخال حساباتها المرتبطة بنشاطها التجاري في شاشة الدليل المحاسبي، كما أنه لا يمكن تنفيذ أي عملية في نظام المتكامل سواء في إدارة الحسابات أو إدارة المخزون أو إدارة المشتريات أو إدارة المبيعات، إذا لم يتم إدخال وإدراج حسابات تلك الشركة في هذه الشاشة. ونظرا لأهمية الدليل المحاسبي في الواقع التجاري وخصوصا عند استخدام نظام يمن سوفت المتكامل سنبدأ بتوضيح تقسيمات أهم الحسابات التي يفضل إدخالها وإدراجها في شاشة الدليل المحاسبي ثم نبدأ بعد ذلك بتوضيح خطوات إدراج تلك الحسابات في شاشة الدليل المحاسبي نبدأ الآن بشرح اهم الحسابات التي يفضل ادخالها في هذه الشاشه على النحو التالي في الواقع المحاسبي هنالك مجموعات حسابات رئيسيه او عناصر محاسبيه رئيسيه المجموعة الأولى أو العنصر الأول هو حساب الأصول ورقمها واحد، الخصوم رقمها اثنين، حساب الأصول، حساب الخصوم يظهران في الميزانية العمومية. أما حسابات المصروفات ورقمها ثلاثة، الإيرادات ورقمها أربعة، فيظهران في الأرباح والخسائر أو نتيجة النشاط. نبدأ الآن بتوضيح تقسيمات الأصول، ثم نوضح بعد ذلك كيف يمكن إدراج حسابات الأصول في شاشة الدليل المحاسبي. تنقسم الأصول في الواقع المحاسبي إلى قسمين أو إلى نوعين: الأصول الثابتة، الأصول المتداولة. الأصول الثابتة هي تلك الأصول التي يتم شراؤها، امتلاكها، اقتناؤها من قبل الشركة. ليس بغرض البيع والربح وإنما استخدامها في النشاط، وعادة ما تكون ذات عمر طويل، من أهم الأصول الثابتة: الأراضي والمباني، وسائل النقل والمواصلات، الآلات والمعدات، الأثاث والتجهيزات المختلفة من كراسي وطاولات ومكاتب وغيرها الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المختلفة مثل الكمبيوترات الفاكسات الطابعات هنالك أصول ثابتة أخرى مثل الأنظمة المحاسبية والمالية المختلفة مثل نظام المتكامل نظام البصمة الموارد البشرية كذلك هنالك أصول ثابتة غير ملموسة مثل الشهرة إذن الأصول الثابتة يتم شراؤها اقتناؤها امتلاكها ليس بغرض البيع ليس بغرض الربح وإنما بغرض استخدامها في النشاط التجاري. عادة ما تكون ذات عمر طويل. أما النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الأصول الأصول المتداولة. ويقصد بالأصول المتداولة هي تلك الأصول التي يسهل تحويلها إلى نقدية. وعادة ما تكون ذات عمر قصير ومتحركة بشكل كبير خلال الفترة المالية أو السنة المالية الخاصة بالشركة. أهم الأصول المتداولة هي الصندوق أو النقدية في الصندوق، النقدية في البنك، العملاء أو المدينين، المخزون مخزون البضائع أو مخزون السلع، أرصدة مدينة أخرى مثل السلف، العهد، أوراق القبض المصروفات المدفوعة مقدما وغيرها من الأصول المتداولة المختلفة بعد انتهاءنا من تقسيم الأصول إلى أصول ثابتة وأصول متداولة وتوضيح جميع الحسابات التي تندرج ضمن الأصول الثابتة والمتداولة نوضح الآن خطوات إضافة تلك الحسابات في شاشة الدليل المحاسبي في نظام يمنسوفت المتكامل نعود الآن إلى النظام شفت المتكامل ونذهب إلى شاشة الدليل المحاسبي يتم الدخول إلى شاشة الدليل المحاسبي من إدارة الحسابات خلات الأساسية الدليل المحاسبي نوضح الآن ما هي الإجراءات الواجب اتباعها والخطوات الواجب تنفيذها قبل البدء بادخال الحسابات في شاشة الدليل المحاسبي. من أهم تلك الخطوات أو الإجراءات أن يتم أولا إضافة عملات الحسابات التي نريد إدخالها في شاشة الدليل المحاسبي. فيتم إضافة الريال أو الدولار أو الدرهم أو الريال السعودي حسب طبيعة عملة الحساب التي نريد إدخالها في شاشة الدليل المحاسبي. الخطوة الثانية هو أن نوضح الفرق ما بين الحساب الرئيسي والحساب الفرعي الخطوة الثالثة هو أن يتم تحديد رتبة الحساب الفرعي أو مستوى الحساب الفرعي نوضح الآن بشيء من التفصيل خطوات إضافة عملات الحسابات في شاشة بيانات العملات على النحو التالي نخرج من شاشة الدليل المحاسبي يتم الدخول إدارة الحسابات تهيئة النظام العملات في هذه الشاشة يتم إدراج إضافة جميع عملات الحسابات التي تتعامل معها الشركة في نشاطها التجاري والتي نريد إضافتها في شاشة الدليل المحاسبي خطوات إضافة العملات في شاشة بيانات العملات على النحو التالي ثم الضغط على زر إضافة أولا نبدأ بتحديد العملة المحلية للنظام أو العملة الأساسية للنظام أو عملة الحسابات الرئيسية، ويقصد بالعملة المحلية للنظام هي تلك العملة التي سوف تظهر بها جميع الحسابات الختامية سواء الميزانية العمومية، الأرباح والخسائر، ميزان المراجعة عند طباعتها، فإذا ما تم اختيار مثلا العملة المحلية أو الأساسية للنظام ريال، رمز العملة راء ياء كاختصار أو واي آر الفك حقل اختياري ليس اجباري فيلس ثم نقوم بعمليه الحفظ الان عند طباعه الميزان العموميه الارباح والخسائر ميزان المراجعه سوف تظهر بالريال كذلك عمله الحسابات الرئيسيه عند اضافتها في شاشه الدليل المحاسبي سوف تكون بالريال إذا ما أردنا مثلا إضافة عملة أجنبية مثلا دولار نقوم بالضغط على زر الإضافة عملة أجنبية ونقوم بإدخال اسم العملة ورمز العملة الفكة حقل اختياري سعر التحويل حقل إجباري 215 مثلا أعلى سعر تحويل أدنى سعر تحويل حقوق رقابية ليست إجباري ثم نقوم بعملية الحفظ ويتم اتباع نفس الخطوات في حالة أردنا إضافة عملات جديدة الخطوة الثانية من خطوات وإجراءات إدخال الحساب في الدليل المحاسبي هو أن نبدأ بعملية التفرقة ما بين الحساب الرئيسي والحساب الفرعي، نوضح ذلك على النحو التالي: الفرق بين الحساب الرئيسي والفرعي الحساب الرئيسي هو ذلك الحساب الذي نستطيع التفريع منه أو تقسيم الحسابات منه بينما الحساب الفرعي لا يمكن التفريع منه ولا نستطيع التقسيم منه مثلا حساب الأصول حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه أصول ثابتة أصول متداولة كذلك حساب الأصول الثابتة حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه الأراضي المباني الأثاث والتجهيزات وغيرها إذن الحساب الرئيسي ذلك الحساب الذي استطيع ان اقسم منه افرع منه حسابات، اما الحساب الفرعي فلا يمكن التقسيم منه. الحساب الرئيسي دائما يكون بالعملة المحلية للنظام، فاذا ما كانت العملة المحلية للنظام ريال، فان عملة الحسابات الرئيسية تكون بالريال. اما عملة الحساب الفرعي تكون بأي عملة، قد تكون بالريال، قد تكون بالدولار، قد تكون بالدرهم، بالريال السعودي وغيرها من العملات. الحساب الرئيسي لا يتأثر مباشرة بالعمليات ولا يظهر في شاشات النظام. بينما الحساب الفرعي هو الذي يتأثر مباشرة بالعمليات ويظهر في جميع شاشات عمليات نظام يمن سوفت المتكامل. بعد توضيح الفرق بين الحساب الرئيسي والحساب الفرعي هناك خطوة أخيرة أنا أفضل أن يتم تنفيذها قبل البدء بالخطوات التنفيذية لإدراج وإدخال الحسابات في الدليل المحاسبي. هذه الخطوة هي تحديد رتبة الحساب الفرعي. ولتحديد رتبة الحساب الفرعي نعود مرة أخرى إلى شاشة نظام شفت المتكامل. نوضح الآن كيف يمكن تحديد رتبة الحساب الفرعي نعود مره اخرى الى نظام يمن سوفت المتكامل يتم الدخول الى اداره الحسابات، تهيئه النظام، المتغيرات، الضغط على زر التعديل، تحديد رتبه الحسابات الفرعيه يعتبر هذا الخيار مهم جدا اذ انه يجعل جميع الحسابات في الدليل المحاسبي تنتهي برتبة واحدة، وهذا من شأنه أنه يجعل ميزان المراجعة متزن، الميزانية العمومية متزنة. نحن في هذا الخيار حددنا أن رتبة الحساب الفرعي أو الرتبة الأخيرة في الدليل المحاسبي هي الرتبة الخامسة، أي أن الحساب الفرعي يبدأ من الرتبة أو المستوى الخامس، ولتوضيح هذا الخيار أكثر نقوم بعرض المثال التالي. هذا المثال ظاهر أمامكم أخذنا مثال حول تقسيم الأصول كما قلنا سابقا الفرق بين الحساب الرئيسي والفرعي أن الحساب الرئيسي أستطيع أن أفرع منه أن أقسم منه أما الحساب الفرعي فإنني لا أستطيع التفرع منه نهائيا فنلاحظ مثلا أن حساب الأصول حساب رئيسي لأنني أقوم بالتفرع منه أصول ثابتة وأصول متداولة الأصول الثابتة حساب رئيسي لأنني أفرع منه أكثر من حساب وسائل نقل المواصلات الأراضي والمباني الأثاث والتجهيزات الأجهزة المختلفة وغيرها وسائل النقل والمواصلات كذلك حساب رئيسي لأنني أستطيع التفرع منه السيارات وسائل نقل البضائع وتوزيعها الشاحنات وغيرها كذلك حساب السيارات حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أقسم السيارات إلى عدة أقسام حسب الموديلات الخاصة بها نلاحظ ان سياره هوندا مثلا 2014 حساب فرعي لانني لا استطيع ان اقسم منه، لا استطيع ان افرع منه. نحن عند تحديد رتبه الحساب الفرعي حددنا الرتبه الخامسه، اي ان الحساب الفرعي يبدا من المستوى الخامس. فاذا ما عدنا مره اخرى الى مستوى الاصول نلاحظ انه المستوى الاول او الرتبه الاولى. الاصول الثابته المستوى الثاني. وسائل نقل المواصلات المستوى الثالث رئيسي. السيارات المستوى الرابع رئيسي المستوى الخامس كما حددنا في رتبة الحساب الفرعي بدأ من الرتبة الخامسة بدأ من الرتبة الخامسة أو الرتبة الأخيرة تعتبر حساب فرعي بعد توضيح كيف يمكن تحديد رتبة الحساب الفرعي بعد توضيح ما الفرق بين الحساب الرئيسي والحساب الفرعي نبدأ الآن بإدخال هذه الحسابات في شاشة الدليل المحاسبي على النحو التالي. تم الدخول إلى الدليل المحاسبي من إدارة الحسابات. الإدخالات الأساسية الدليل المحاسبي. نبدأ الآن بالخطوات التنفيذية لإدخال حسابات الأصول وتقسيماتها المختلفة في الدليل المحاسبي. ثم بعد ذلك تقسيمات حسابات الخصوم والمصروفات والإيرادات. كقاعدة عامة فإن حسابات الأصول، الخصوم، المصروفات، الإيرادات، دائمًا الحساب الرئيسي لها هو صفر. الأصول والتي رقمها واحد، الخصوم والتي رقمها اثنين، الحساب الرئيسي لها في الدليل المحاسبي صفر، كذلك المصروفات والتي رقمها ثلاثة، والإيرادات والتي رقمها أربعة، كذلك الحساب الرئيسي لها صفر. الحساب الذي قبلها هو صفر. الان نبدأ بادخال حسابات الاصول في الدليل المحاسبي. كما قلنا فالاصول والتي رقمها واحد تنقسم الى اصول ثابتة. رقمها واحد واحد. اصول متداولة رقمها واحد اثنين. الاصول الثابتة كذلك تنقسم الى عدة اقسام. اراضي ومباني وسانق المواصلات الاثاث والتجهيزات الاجزاء الإلكترونية المختلفة، الأنظمة المحاسبية وغيرها. نبدأ الآن بإدخال الأصول ثم تقسيمات الأصول الثابتة. الأصول رقمه واحد، الحساب الرئيسي له دائما صفر. نقوم بالضغط على زر الإضافة. رقم الأصول واحد، نتحرك بالتاب أو بالماوس، الحساب الرئيسي للأصول صفر، اسم الحساب العربي أي اسم الحساب، الأصول نوع الحساب حساب رئيسي لأنني استطيع التفريع منه. عملة الحساب الرئيسي هي العملة المحلية للنظام أي الريال. نقوم الآن بعملية الحفظ. الآن نقوم بإدخال الأصول الثابتة. الأصول الثابتة رقمها واحد واحد أي أنه أول حساب مقسم من الأصول. طبعا الحساب الرئيسي له سوف يكون حساب الأصول الذي قبله. نقوم بإدخال حساب الأصول الثابتة. نضغط على زر إضافة رقم الأصول الثابتة واحد واحد نتحرك بالتاب أو بالماوس الحساب الرئيسي له هو حساب الأصول واحد اسم الحساب الأصول الثابتة نوع الحساب حساب رئيسي لأنني أستطيع التفرع منه عملة الحساب الرئيسي هي الريال نلاحظ أن التقرير يظهر آليا لأن حساب الأصول والخصوم يظهران في الميزانية العمومية ثم نقوم بعملية الحفظ الآن نقوم بإدخال تقسيمات الأصول الثابتة الأصول الثابتة كما قلنا تنقسم إلى وسائل النقل والمواصلات الأراضي والمباني الأثاث والتجهيزات المكتبية الأجهزة الإلكترونية المختلفة الأنظمة المحاسبية والمالية المختلفة نحن أخذنا مثال مثلا وسائل نقل المواصلات كأول حساب من الأصول الثابتة وسائل النقل والمواصلات رقمه واحد 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 أي أنه أول حساب من الأصول الثابتة طبعا الحساب الرئيسي لوسائل النقل المواصلات هو حساب الأصول الثابتة رقمها واحد واحد نقوم بإدخاله في الدليل إضافة وسائل نقل المواصلات رقمها واحد 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 الحساب الرئيسي لها هو حساب الأصول الثابتة واحد واحد اسم الحساب وسائل النقل والمواصلات نوع الحساب حساب رئيسي لأن استطيع التفريغ منه. عملة الحساب بالريال. ثم أقوم بعملية الحفظ. الآن وسائل النقل والمواصلات استطيع التقسيم منها إلى سيارات باصات شاحنات سيارات توزيع البضائع وغيرها. فأخذنا أول مثال من وسائل النقل والمواصلات مثلا السيارات. طبعا السيارات رقمها واحد 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 صفر واحد. يتساءل البعض ماذا يقصد بصفر واحد صفر واحد هو خانة العشرات أي أنني أستطيع أن أقسم وسائل النقل والمواصلات إلى أكثر من تسعة مجموعة أو نوع أي سيارات باصات شاحنات سفن طائرات وغيرها أستطيع أن أقسم وسائل النقل والمواصلات إلى أكثر من تسعة مجموعة أو حساب فالصفر واحد يمثل خانة العشرات ليس شرطا أساسيا وإنما من باب أن نعرف أن أول حساب من وسائل النقل والمواصلات وسيرات تم عمل صفر واحد أي خانة العشرات نقوم الآن بإدخال حساب السيارات في الدليل المحاسبي طبعا حساب السيارات واحد 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 صفر واحد الحساب الرئيسي له هو الذي قبله حساب وسائل النقل والمواصلات إضافة حساب السيارات واحد 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 صفر واحد الحساب الرئيسي له حساب وسائل نقل المواصلات الذي هو واحد 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 الذي قبله اسم الحساب سيارات نوع الحساب حساب رئيسي ما زال رئيسيا لأنني أستطيع أن أفرع منه عملة الحساب الرئيسي ريال أقوم بعملية الحفظ الآن حساب السيارات أنا أستطيع أن أفرع منه إلى سيارات مختلفة حسب الموديلات فإذا ما عدنا إلى مثال الأصول المقسَّم السيارات أنا أستطيع أن أفرِّع منها العديد من السيارات حسب الموديلات الخاصة بها فنحن نلاحظ مثلا أننا قمنا بتقسيم السيارات إلى حساب سيارة هونداي 2014 سيارة توزيع البضائع 2014 وغيرها من السيارات المختلفة طبعاً حساب السيارات مثلاً سيارة هونداي 2014 يمثل حساباً فرعياً لأنني لا أستطيع أن أفرع منه ولأنه من المستوى الخامس أو الرتبة الخامسة كما حددناه مسبقا في المتغيرات رقم حساب السيارات هو واحد, واحد, واحد صفر, واحد صفر, صفر واحد. ماذا يقصد بالصفر صفر واحد معنى ذلك أنني أستطيع أن أقسم السيارات إلى أكثر من 999 وتسعة نوع من أنواع السيارات فالصفر صفر واحد يمثل خانات المئات أي أستطيع أن أقسم السيارات إلى أكثر من 999 نوع يعني سيارة هونداي مثلا 2014 سيارة هونداي 2013 سيارة واربعة 2014 وهكذا التقسيمات المختلفة الآن نقوم بإدخال حساب السيارات الهندي طبعا نمثل حساب السيارة الهندي 2014 حسابا فرعيا لأنني لا أستطيع تفر منه ولأنه من الرتبة الخامسة فالمستوى الأول أو الرتبة الأول هو الأصول حساب رئيسي الأصول الثابتة الرتبة الثانية أو المستوى الثاني حساب رئيسي وسائل النقل والمواصلات المستوى الثالث حساب رئيسي السيارات المستوى الرابع حساب رئيسي أستطيع تفر منه لكن سيارة هونداي 2014 حساب فرعي من الرتبة الخامسة لا يمكن التفريع أو التقسيم من نقوم الآن بإدخال حساب سيارة هونداي 2014 في شاشة الدليل المحاسبي نقوم بالضغط على زر الإضافة رقم حساب السيارة هونداي 2014 هو 111 01 واحد الحساب الرئيسي له هو الذي قبله حساب السيارات الذي هو 111 01 اسم السيارة سيارة هونداي نوع السيارة حساب فرعي لأنه من الرتبة الخامسة ولأنني لا أستطيع التفرع منه عملة الحساب الفرعي قد تكون بأي عملة بالريال بالدولار وهكذا نختار ريال مثلا ثم نقوم بعمليات الحفظ إذا ما أردنا مثلا إدخال سيارة أخرى مثلا سيارة توزيع البضايع نقوم بضغط على زر الإضافة سوف يكون رقمها واحد, واحد واحد صفر واحد صفر صفر اثنين هو النوع الثاني من السيارات الحساب الرئيسي له هو واحد 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 صفر واحد كما هو ظاهر أمامكم بالمثال المثال الأول من السيارات هو هوندا رقم واحد 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 صفر واحد صفر, صفر واحد سيارة توزيع البضائع ألفين وأربعة رقمها واحد 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 صفر واحد صفر صفر اثنين نوع الحساب سيارة توزيع البضايع نوع الحساب فرعي عملة الحساب قد يكون بالريال قد يكون بالدولار قد يكون بأي عملة مثلا دولار ثم نقوم بعمليات الحفظ نكون بهذا قد أوضحنا مثالا بسيطا حول تقسيم الأصول والأصول الثابتة والتقسيمات المندرجة تحتها، نلاحظ أن حساب السيارات هونداي 2014 وسيارات توزيع البضائع يمثل الرتبة الأخيرة أي أنه حساب فرعي لا يمكن التفريع منه. الآن نبدأ بإدخال حسابات الأصول المتداولة في الدليل المحاسبي. نوضح الآن تقسيمات الأصول المتداولة. من أهم حسابات الأصول المتداولة الصندوق البنك العملاء أو المدينون المخزون يعني مخزون البضائع مخزون السلع مخزون الأصناف التجارية الأرصدة المدينة الأخرى مثل أوراق القبض مصروفات مدفوعة مقدما مثل الإيجارات المدفوعة مقدما السلف العهد الآن نقوم بإدخال الأصول المتداولة في شاشة الدليل المحاسبي كما قلنا الأصول والتي رقمها واحد تنقسم الأصول الثابتة رقمها واحد واحد الأصول المتداولة رقمها واحد اثنين نقوم بإدخالها في الدليل مع للضغط على زر الإضافة رقم الأصول المتداولة واحد اثنين الحساب الرئيسي له هو حساب الأصول واحد اسم الحساب العربي أو اسم الحساب الأصول المتداولة نوع الحساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه عملة الحساب الرئيسي هي ريال ثم أقوم بعملية الحفظ الآن الأصول المتداولة كما قلنا سابقا تنقسم إلى النقدية في الصندوق النقدية في البنك المخزون العملاء أرصد مدينة أخرى وغيرها نقوم الآن بعرض المثال الأصول المتداولة سوف نأخذ مثلا النقدية النقديه سوف يكون رقمها واحد اثنين واحد أي أنها أول حساب سيتم تقسيمه من الأصول المتداولة. طبعا النقديه حسابها الرئيسي هو حساب الأصول المتداولة واحد اثنين نقوم بإدخال النقديه إضافه واحد اثنين واحد الحساب الرئيسي هو حساب الأصول المتداولة واحد اثنين اسم الحساب النقديه نوع الحساب طبعا الرئيسي عملة عملة الحساب ريال أقوم بعملية الحفظ الآن نستطيع تقسيم النقديه إلى الصناديق، صناديق الشركة، صناديق الإدارات المختلفة، صناديق المبيعات، صناديق الفروع وغيرها فأول مثال سوف نأخذه من حساب النقدي مثلاً هو حساب صناديق الشركة طبعاً بكل رقم واحد، اثنين واحد صفر واحد يقصد بالصفر واحد أنني أستطيع تقسيم حساب النقدية إلى أكثر من تسعة وتسعين مجموعة مثلاً أو نوع محاسبي مثلاً صناديق الشركة صناديق الإدارات المختلفة صناديق الفروع صناديق محلات البيع وغيرها من الحسابات التي تندرج ضمن النقدية والتي أستطيع أن أفرعها من حساب النقدية صناديق الشركة سوف يكون رقمها واحد اثنين واحد صفر واحد نقوم بإدخال في الدليل إضافة واحد اثنين واحد صفر واحد الحساب الرئيسي له حساب النقدية واحد اثنين واحد نسميه صناديق الشركة مثلاً نوع الحساب الرئيسي لأنني أستطيع أن أفر منه صناديق دولار صناديق ريال وهكذا ثم حفظ نعود مرة أخرى إلى صناديق الشركة أستطيع أن أفرع منه أكثر من صندوق فمثلا أستطيع أن أفر منه صندوق ريال صندوق دولار صندوق ريال سعودي صندوق درهم إماراتي وغيرها فنفرض جدلاً أن نريد إدخال حساب صندوق الريال سوف يكون رقم واحد اثنين واحد صفر واحد صفر, صفر واحد يقصد بالصفر صفر واحد أنني أستطيع أن أقسم حساب الصندوق إلى أكثر من تسعة, و... من تسعة وتسعة حساب أي أن أستطيع أن أقسم صندوق ريال مثلا سوف يكون رقم واحد اثنين واحد صفر واحد, صفر صفر واحد صندوق دولار واحد اثنين واحد صفر, واحد صفر, صفر اثنين. صندوق درهم إماراتي بيكون صفر صفر ثلاثة وهكذا نبدأ الآن بإدخال صندوق الريال في الدليل المحاسبي إضافة رقمه واحد اثنين صفر واحد صفر صفر واحد الحساب الرئيسي له حساب الصناديق الشركة واحد اثنين صفر واحد صندوق ريال نلاحظ أن صندوق الريال حساب فرعي من الرتبة الخامسة لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أفرع منه لا أستطيع أن أفرع أو أقسم من الصندوق ريال لذلك سوف يكون من الرتبة الخامسة حساب فرعي فرعي طبعا الحساب الفريق قد يكون بأي عملة بالريال بالدولار وغيره ريال ثم حفظ إذا ما أردنا مثلا إضافة حساب صندوق دولار سوف يكون رقمه واحد واثنين واحد صفر واحد صفر صفر اثنين نقوم بالضغط على زر الإضافة واحد اثنين واحد صفر واحد صفر صفر اثنين الحساب الرئيسي هو حساب الصناديق في الشركة صندوق دولار نوع الحساب فرعي لانه من الرتبه الخامسه ولا استطيع ان افرع منه. عمله الصندوق دولار نختار دولار لان الحساب الفرعي قد يكون باي عمله بينما الحساب الرئيسي لابد ان يكون بالعمله المحليه للنظام. ثم اقوم بعمليه الحفظ. نكون بهذا قد اوضحنا كيفيه ادخال امثله من حسابات الاصول سواء كانت اصول ثابته او اصول متداوله. الان نوضح كيف يمكن اضافه حسابات الخصوم في شاشة الدليل المحاسبي. نوضح الآن تقسيمات الخصوم بين قوسين الالتزامات ورقمها اثنين. في البداية يقصد بالخصوم هو حقوق الغير لدى المنشأة. قد يكون حقوق الملاك لدى المنشأة متمثلا في رأس المال مثلا الأرباح والخسائر أو حقوق الغير من غير الملاك مثل الموردين، القروض، المصروفات المستحقة. وغيرها تنقسم الخصوم إلى قسمين الخصوم الثابتة ورقمها اثنين واحد وهي ترتبط بحقوق الملاك لدى المنشأة متمثلة بالأرباح والخسائر رأس المال وغيرها أو الخصوم المتداولة وهي رقم اثنين, اثنين وهي متمثلة بحقوق الغير لدى المنشأة من غير الملاك مثل الموردين القروض التأمينات الدائنة المصروفات المستحقة وغيرها من أهم الحسابات التي تندرج ضمن الخصوم الثابتة حقوق الملكية جاري الشركاء الاحتياطيات العامة والقانونية المجمعات المخصصة مثل مجمعات الهلاك ومخصصة دين المشترك فيها المسحوبات الشخصية ويندرج تحت حقوق الملكية رأس المال الأرباح والخسائر أما الخصوم المتداولة ورقمها اثنين اثنين فمن أهم الحسابات التي تندرج تحتها الدائنون بين قوسين الموردين أو التجار ذي من دائنة أخرى مثل أوراق الدافع مصروفات مستحقة مثل مرتبات الموظفين المستحقة إيجارات مستحقة أرصدة دائنة أخرى مثل التأمينات الدائنة الإيرادات المدفوعة مقدما وغيرها الآن نوضح كيف يمكن إدخال وإدراج هذه الحسابات حسابات الخصوم في الدليل المحاسبي نقوم الآن بإدخال حسابات الخصوم في الدليل المحاسبي حساب الخصوم أو الالتزامات رقمها اثنين الحساب الرئيسي لها هو صفر ما عليك إلا الضغط على زر الإضافة رقم الحساب اثنين الحساب الرئيسي لها صفر التحرك بالتاب أو بالماوس اسم الحساب الخصوم نوع الحساب حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه عملة الحساب هي العملة المحلية للنظام التي هي ريال نلاحظ أن التقرير الميزاني العمومي يظهر آليا لأن حساب الأصول والخصوم يظهران في الميزانية العمومية ثم أقوم بعملية الحفظ الآن نقوم بإدخال الحسابات المقسمة من حسابات الخصوم أي إدراج وإدخال الخصوم الثابتة والخصوم المتداولة حساب الخصوم ينقسم إلى الخصوم الثابتة ورقمها اثنين واحد الخصوم المتداولة ورقمها اثنين اثنين نبدأ أولا بإدخال حسابات الخصوم الثابتة الخصومة الثابتة رقمها اثنين واحد الحساب الرئيسي لها او الحساب الذي قبلها هو حساب الخصوم رقمه اثنين ما عليك الا الضغط على زر الاضافة نقوم بادخال رقم الحساب اثنين واحد نتحرك بالتاب او بالماوس الحساب الرئيسي له هو حساب الخصوم اثنين اسم الحساب الخصومة الثابتة نوع الحساب حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفر منه. العملة ريال. لأنه حساب رئيسي يكون بعملة النظام المحلية. أقوم الآن بعملية الحفظ. الخصومة الثابتة. أستطيع أن أقسم منها العديد من الحسابات. نقوم بإدراجها في الدليل المحاسبي. الخصومة الثابتة يندرج تحتها حقوق الملكية. الاحتياطيات العامة والقانونية. مجمعات الاهلاكات، مخصصات الديون المشكوك فيها، المسحوبات الشخصية. اخترنا مثال من الخصومة الثابتة وحقوق حقوق الملكية. حقوق الملكية رقمها 211. الحساب الرئيسي له حساب الخصومة الثابتة واحد. فحقوق الملك تمثل أول حساب من حسابات الخصومة الثابتة. نقوم بإدخالها في الدليل المحاسبي. نقوم بالضغط على زر الإضافة. اثنين واحد واحد الحساب الرئيسي له حق الخصوم الثابتة. اثنين واحد اسم الحساب حقوق الملكية. نوع الحساب حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه. عملة الحساب الرئيسي دائما هي العملة المحلية نظام ريال. ثم أقوم بعملية الحفظ. الآن أقوم بإدخال الحسابات التي تندرج أو تتفرع من حقوق الملكية. والتي هي رأس المال والأرباح والخسائر حقوق الملكية تنقسم إلى رأس المال والأرباح والخسائر فرأس المال هو أول حساب من حقوق الملكية سوف يكون رقمه اثنين واحد واحد صفر واحد يتساءل البعض ماذا يقصد بصفر واحد يقصد بصفر واحد أي خانة العشرات أستطيع أن أقوم بتقسيم حقوق الملكية أكثر من تسعة حساب أو تسعة وتسعين مجموعة تندرج تتفرع من حقوق الملكية لذلك تم إضافة صفر واحد طبعا نستطيع الاستغناء عنه وكتابة واحد مباشرة نقوم الآن بإدخال حساب رأس المال الذي رقم اثنين واحد واحد صفر واحد الحساب الرئيسي له الحساب الذي قبله اثنين واحد واحد حقوق الملكية نقوم بالضغط على زر الإضافة اثنين واحد صفر واحد الحساب الرئيسي له نتحرك طبعا بالتاب او بالماوس هو اثنين واحد واحد حقوق الملكية اسم الحساب رأس المال نوع الحساب حساب رئيسي لانني استطيع ان افرع منه عملة ريال ثم اقوم بعملية الحب الان افرع من الحساب الرئيسي رأس المال حساب اخر مثلا رأس مال الشركة فرأس المال حساب رئيسي لا أستطيع أن أفرع منه حساب آخر يسم يمثل حساب فرعي رأس مال الشركة رقم اثنين واحد واحد صفر واحد يتساءل البعض ماذا يقصد بالصفر صفر واحد معنى ذلك أنني أستطيع أن أقسم رأس المال إلى أكثر من 999 حساب مختلف إذا رأس مال الشركة رقم اثنين واحد صفر واحد صفر صفر واحد الحساب الرئيسي له هو الحساب الذي قبله حساب رأس المال العام اثنين صفر واحد نقوم بالضغط على زر الإضافة اثنين واحد واحد صفر واحد صفر صفر واحد الحساب الرئيسي له هو حساب رأس المال العام اثنين واحد واحد صفر واحد الحساب الذي قبله اسم الحساب رأس مال الشركة نوع الحساب رئيسي فرعي طبعاً لأنه من الرتبة الخامسة يعتبر رأس مال الشركة حساب فرعي لأنه من الرتبة الخامسة ولا أستطيع أن أفرع منه لذلك يعتبر حساب فرعي الحساب الفرعي قد يكون بأي عملة بالريال بالدولار بأي عملة مختلفة نحن سوف نفترض أنه بالريال ثم أقوم بعمليات الحفظ نقوم الآن بإدخال حساب آخر يندرج من تحت حقوق الملكية هو حساب رأ الأرباح والخسائر رقمه اثنين واحد واحد صفر اثنين إذا كان رأس المال رقم اثنين واحد صفر واحد هو أول حساب فإن الحساب الثاني من حقوق الملكية هو اثنين واحد واحد صفر اثنين الأرباح والخسائر نقوم بالضغط على زر الإضافة طبعا حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه اثنين واحد واحد صفر اثنين الحساب الرئيسي لو اثنين واحد واحد اسم الحساب نوع الحساب رئيسي أستطيع أن أفرع منه أرباح وخسائر مرحلة أرباح وخسائر فترة سابقة عملة الحساب ريال عملة النظام المحلي ثم أقوم بعملية الحفظ الآن أفرع من حسابات الأرباح والخسائر الحسابات التالية الأرباح والخسائر أستطيع أن أقسم منه الأرباح والخسائر للفترة الحالية أرباح وخسائر مرحلة الأرباح والخسائر في الحالة رقم اثنين واحد واحد صفر اثنين صفر صفر واحد يقصد بصفر صفر واحد عن خانات المئات أستطيع أن أقسم حساب الأرباح والخسائر إلى أكثر من تسعمائة وتسعة وتسعين حساب فرعي نقوم بإدخال هذا الحساب حساب الأرباح والخسائر الفترة نضغط على زر الإضافة صفر اثنين صفر صفر واحد الحساب الرئيسي له الحساب الذي قبله حساب الأرباح والخسائر اسم الحساب أرباح وخسائر الفترة نوع الحساب حساب فرعي لأنني لا أستطيع أن أفرع منه أرباح وخسائر فترة لا أستطيع أن أفرع منه فهو حساب فرعي من الرتبة الأخيرة نحن حددنا أن رتبة الحساب الفرعي هي رتبة الخامسة الآن نقوم بعملية الحفظ إذا ما أردت أن أضيف أرباح وخسائر مثلا مرحلة أقوم بالضغط على زر الإضافة طبعا سوف يكون رقمه اثنين واحد واحد صفر اثنين صفر اثنين اثنين واحد واحد صفر اثنين صفر صفر اثنين الحساب الرئيسي هو حساب الأرباح والخسائر العام اثنين واحد واحد صفر اثنين ونسميه الحسابات المرحلة أو الأرباح والخسائر المرحلة نوع الحساب فرعي لأنه من الرتبة الأخيرة ولا أستطيع أن أفرع منه عملة الحساب قد تكون بأي عملة سوف نختار مثلا ريال ثم أقوم بعمليات الحفظ الآن نبدأ بإدخال حسابات الخصوم المتداولة نوضح الآن تقسيمات الخصوم المتداولة كي نبدأ بإدخالها في شاشة الدليل المحاسبي كما قلنا سابقا فحساب الخصوم رقمه اثنين ينقسم إلى خصوم ثابتة رقمها اثنين واحد وخصوم متداولة رقمها اثنين اثنين الخصومة المتداولة هي مرتبطة بحقوق الغير لدى المنشأة من تجار وقروض وغيرها. من أهم حسابات الخصوم المتداولة: الدائنون بين قوسين الموردين أو التجار الذين نشتري منهم بضائع بالآجل. ذمم دائنة أخرى مثل أوراق الدفع أو شيكات تحت التحصيل. مصروفات مستحقة على الشركة مثل: مرتبات الموظفين المستحقة إيجارات مستحقة هناك أرصدة دائنة أخرى مختلفة مثل التأمينات الدائنة مثل التأمين الصحي وغيرها من حسابات الخصوم المتداولة نبدأ الآن بإدخال حسابات الخصوم المتداولة في الدليل المحاسبي الخصوم رقمها تنقسم إلى خصوم ثابتة رقمها اثنين واحد والخصوم المتداولة رقمها اثنين اثنين نبدأ الآن بإدخال حسابات الخصوم المتداولة طبعا حساب الخصوم المتداولة رقمه اثنين اثنين الحساب الرئيسي له حساب الخصوم نقوم بالضغط على زر الإضافة نقوم بإدخال رقم حساب الخصوم المتداولة اثنين اثنين الحساب الرئيسي له نتحرك طبعا بالتاب أو بالماوس رقمه اثنين اسم الحساب الخصوم المتداولة نوع الحساب حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع من عملة الحساب الرئيسي دائما هي عملة النظام المحلية ريال إذا كانت عملة النظام المحلية ريال ثم أقوم بعملية الحب الآن أبدأ بإدخال الحسابات المتفرعة من الخصوم المتداولة في شاشة الدليل المحاسبي الخصوم المتداولة كما قلنا تنقسم إلى العديد من الحسابات الدائنون الموردون أوراق الدفع المصروفات المستحقة وغيرها نحن أخذ مثال الدائنون الدائنون هو أول حساب متفرع من الخصوم المتداولة سوف يكون رقمه اثنين اثنين واحد. الحساب الذي قبله هو الحساب الرئيسي له حساب الخصوم المتداولة. نقوم بإدخاله في الدليل المحاسبي. نقوم بالضغط على زر الإضافة اثنين اثنين واحد. الحساب الرئيسي له الحساب الذي قبله حساب الخصوم المتداولة اثنين اثنين. اسم الحساب الدائنين نوع الحساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه. عملة الحساب ريال. الآن أقوم بإدخال الحسابات المتفرعة من حساب الدائن. طبعاً أقوم بعمل الحفظ. يتفرع من حسابات الدائن العديد من الحسابات. الموردين المحليين، الموردين الخارجين، مثلًا، الموردين مثلًا بالدولار، الموردين بالريال وغيرها. فأول حساب من حسابات الدائنين هو حساب الموردين المحليين سوف يكون رقمه اثنين اثنين واحد صفر واحد يقصد بصفر واحد خانة العشرات أنني أستطيع أن أقسم من الدائنين أكثر من تسعة وتسعين حساب مثلا اثنين اثنين واحد صفر واحد الموردين المحليين اثنين واحد صفر اثنين الموردين الخارجيين اثنين اثنين واحد صفر ثلاثة الموردين بالريال وهكذا نقوم الآن بإدخال حساب الموردين المحليين الحساب الرئيسي له حساب الدائنون اثنين اثنين واحد إضافة اثنين اثنين واحد صفر واحد الحساب الرئيسي له حساب الدائنون اثنين اثنين واحد المحليين نوع الحساب حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه عملة الحساب ريال ثم أقوم بعملية الحفظ الآن أقوم بإدخال الحسابات المندرجة أو المنقسمة من الموردين المحليين أستطيع أن أقسم حساب الموردين المحليين إلى أكثر من تسعمائة أو تسعة وتسعين حساب أقوم بإدخال أسماء الشركات أو التجار أو الموردين الذين أتعامل معهم مثلا المورد الأول مثلا شركة معين للتجارة والاستثمار بالدولار رقمها اثنين اثنين واحد صفر واحد صفر صفر واحد يقصد بصفر صفر واحد هذه خانات المئات أستطيع أن أقسم الموردين او ان ادرج تحته اكثر من 999 حساب 999 مورد او تاجر نبدا الان مثلا بالمورد الاول شركات ونقوم بتحديد اي اسم مثلا شركه معين للتجاره والاستثمار نقوم بادخاله في شهاده المحاسبي طبعا الحساب الرئيسي لها هو حساب الموردين المحليين 22101 اضافه 22101001 الحساب الرئيسي لا حساب الموردين المحليين الذي قبلها اثنين واحد صفر واحد اسم الشركة مثلا شركة معين للتجارة والاستثمار دولار نوع الحساب حساب فرعي لأنني لا أستطيع أن أفرع من شركة معين للتجارة والاستثمار حساب آخر كما أنه من الرتبة الأخيرة أي الرتبة الخامسة ونختار العملة دولار ثم أقوم بعملية الحفظ إذا ما أردنا إضافة مورد جديد أو تاجر جديد سوف يكون رقمه اثنين اثنين واحد صفر واحد صفر صفر اثنين نقوم بإضافته الضغط على زر الإضافة اثنين واحد صفر واحد صفر صفر اثنين حساب الرئيسي لو حساب المورد المحلي اثنين اثنين واحد صفر واحد شركة عمار مثلا للتجارة العامة ريال مثلا نقول حساب حساب فرعي لأنني لا أستطيع أن أفر منه ولأنه من الرتبة الأخيرة عملته ريال ثم أقوم بعملية الحفظ نكون بهذا قد انتهينا من إدخال حسابات الخصوم الثابتة والخصوم المتداولة في شاشة الدليل المحاسبي نبدأ الآن بتقسيم حساب المصروف والذي رقمه ثلاثة وإدخال حسابات المختلفة في شاشة الدليل المحاسبي نوضح الآن تقسيمات المصروفات طبعا المصروفات رقمها ثلاثة المصروفات هو كل ما تنفقه الشركة كل ما تدفعه الشركة من أجل تحقيق الأرباح والاستمرار في مزاولة النشاط التجاري الخاص بها. تنقسم المصروفات إلى نوعين من الحسابات. النوع الأول تكلفة النشاط التجاري المرتبط بتكلفة البضاعة المباعة وما يتعلق بها. ثم المصروفات العمومية والإدارية المختلفة من إيجارات كهرباء ماء مرتبات موظفين ديون معدومه وغيرها من المصروفات المختلفه فاذا ما بدا مثلا بالقسم الاول تكلفه النشاط التجاري المرتبط بتكلفه البضاعه المباعه مردودات المبيعات وغيرها والنوع الثاني المصروفات العموميه والاداريه المرتبطه مثلا بالمصاريف الشهريه من كهرباء ماء مرتبات مكافآت بدل سفر وغيرها من المصروفات المختلفة نبدأ الآن بتقسيم حساب تكلفة النشاط التجاري المصروفات رقمه ثلاثة تكلفة النشاط الجاري والمصروفات العمولية رقمها ثلاثة واحد نبدأ بتكلفة النشاط الجاري ثلاثة واحد واحد من أهم المصروفات المرتبطة به تكلفة المبيعات أي قيمة البضاعة المباعة مردودات المبيعات سواء مبيعات السنوات السابقة أو مردودات مبيعات السنة الحالية الكميات المجانية أو الدعائية الممنوحة للعملاء أو للغير خصم الكميات المسموح به من البضاعة أما النوع الثاني من أنواع المصروفات، مصروفات النشاط، أو المصروفات الإدارية المصروفات الاداريه والعمومية مثل: المرتبات، والأجور، وما في حكمها، المكافآت، بدل العمل الإضافي، أجور التوزيع والبيع، المزايا عيني متنوعة، أو المصروفات الإدارية المختلفة، مثل: الإيجارات، كهرباء، ومياه، تلفون، اشتراك النت، وغيره. أو مصروفات الصيانة والإصلاح إصلاح السيارات المختلفة إصلاح الآلات والمعدات إصلاح المباني كلها مصاريف أو مصروفات متنوعة مثل الخصم المسموح به للعملاء الإهلاك الهدايا والتبرعات عمولات بنكية الديون المعدونة المعدومة التسوية المخزنية كل هذه الحسابات تندرج ضمن حساب المصروفات النشاط أو المصروفات الإدارية والعمومية نبدأ الآن بتوضيح كيف يمكن إدخال حسابات المصروفات في شاشة الدليل المحاسبي كما قلنا المصروفات رقمها ثلاثة تنقسم إلى ثلاثة واحد تكلفة النشاط التجاري المرتبط بالبضاعة والمردودة وغيرها وثلاثة اثنين مصاريف النشاط المرتبطة بالمصاريف الإدارية والتسويقية المختلفة نبدأ الآن أولا بإدخال حساب المصروف فالمصروفات رقمها ثلاثة الحساب الرئيسي لها هو صفر نقوم بالضغط على زر الإضافة رقم المصروفات ثلاثة الحساب الرئيسي لها صفر اسم الحساب المصروفات نوع الحساب حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع من عملة الحساب هي العملة المحلية للنظام فإذا كانت العملة المحلية نظام ريال فالحساب الرئيسي عملته ريال وإذا كانت دولار فالحساب الرئيسي عملته دولار وهكذا سوف نختار ريال ثم نقوم بعملية الحفظ نلاحظ أنه في المصروفات التي رقمها ثلاثة والإيرادات التي رقمها أربعة سوف يظهر حساب الأرباح والخسائر لأن حساب المصروفات والإيرادات يظهران في حساب الأرباح والخسائر بشكل آلي الآن نعود إلى التقسيمات المصروفات المصروفات كما قلنا تنقسم إلى تكلفة النشاط الجاري المرتبط بتكلفة البضاعة وغيرها رقمه ثلاثة واحد، مصاريف النشاط رقمه ثلاثة اثنين، نبدأ الآن بإدخال تكلفة النشاط الجاري رقمه ثلاثة واحد، الحساب الرئيسي له هو حساب المصروفات ثلاثة. نقوم بالضغط على زر إضافة ثلاثة واحد. نتحرك بالتاب أو بالماوس الحساب الرئيسي له حساب ثلاثة اسم الحساب تكلفة النشاط الجاري نوع الحساب حساب رئيسي لأنني استطيع أن أفرع منه عملته ريال ثم أقوم بعملية الحفظ الآن نبدأ بإدخال الحسابات التي تنقسم من تكلفة النشاط الجاري المرتبطة بالبضاعة المباعة فتكلفة النشاط الجاري أخذنا مثال تنقسم إلى عدة أقسام منها تكلفة مبيعات الفترة ورقمها ثلاثة واحد واحد ومردودات مبيعات الفترة ورقم ثلاثة واحد اثنين كمثال سوف نبدأ بهذا المثال الأول أو الحساب الأول تكلفة مبيعات الفترة رقمه ثلاثة واحد واحد لأنه أول حساب من تكلفة النشاط الجاري سوف يكون رقمه ثلاثة واحد واحد الحساب الرئيسي له ثلاثة واحد نقوم بإدخال في الدليل المحاسبي إضافة ثلاثة واحد واحد الحساب الرئيسي له ثلاثة واحد الذي هو تكلفة النشاط الجاري اسم الحساب تكلفة مبيعات الفترة نوع الحساب حساب رئيسي لأن أستطيع أن أفرم منه عملة الحساب ريال ثم أقوم بعملية الحفظ الآن أقوم بإدخال الحسابات المتفرعة من تكلفة مبيعات الفترة تكلفة المبيعات ورقمها ثلاثة واحد واحد صفر واحد يقصد بصفر واحد خانة العشرات أستطيع أن أقسم تكلفة المبيعات الفترة أكثر من تسعة وتسعين حساب مثلا تكلفة مبيعات الفترة الحالية تكلفة مبيعات الفترة السابقة تكلفة المبيعات بعملات مختلفة وغيرها نبدأ الآن بإدخال تكلفة المبيعات ثلاثة واحد واحد صفر واحد الحساب الرئيسي له الذي قبله حساب تكلفة مبيعات الفترة ثلاثة واحد واحد اضافه ثلاثه واحد واحد صفر واحد الحساب الرئيسي له ثلاثه واحد واحد طبعا حساب رئيسي نوعه رئيسي لانني استطيع ان افرع منه تكلفه المبيعات بالريال تكلفه المبيعات بالدولار وغيرها من الحسابات المختلفه عملة الري... الحساب الخاص بتكلفه المبيعات ريال ثم اقوم بعمليه الحفظ الان اقوم بادخال الحسابات المتفرعه من تكلفة مبيعات وهي مثلا تكلفة المبيعات بالريال تكلفة المبيعات بالدولار وغيرها سوف يكون رقمه ثلاثة واحد واحد صفر واحد صفر صفر واحد صفر صفر واحد خانة المئات أي أنني أستطيع أن أقسم تكلفة المبيعات إلى أكثر من مئة وتسعة وتسعين حساب مثلا تكلفة المبيعات بالريال سوف يكون رقمه ثلاثة واحد واحد صفر واحد صفر صفر واحد تكلفة المبيعات بالدولار سوف يكون رقم ثلاثة واحد واحد صفر واحد صفر صفر اثنين وهكذا نبدأ الآن بإدخال هذا الحساب نلاحظ أن تكلفة المبيعات حساب فرعي لأنني لا أستطيع أن أفرع من تكلفة مبيعات ريال حساب آخر فيعتبر تكلفة مبيعات الريال حساب فرعي لأنه من الرتبة الأخيرة والتي لا أستطيع أن أفرع منها نقوم بالضغط على زر الإضافة ثلاثة واحد واحد صفر واحد صفر صفر واحد الحساب الرئيسي لو حساب تكلفة المبيعات ثلاثة واحد صفر واحد نقوم بإدخال تكلفة المبيعات بالريال نوع الحساب حساب فرعي لأنني لا أستطيع أن أفرع من تكلفة المبيعات ريال يعتبر الحساب الأخير من الرتبة الأخيرة عملته ريال ثم أقوم بعملية الحفظ إذا ما أردنا مثلا إضافة تكلفة المبيعات بالدولار سوف يكون رقمه ثلاثة صفر واحد صفر صفر اثنين أقوم بالضغط على زر إضافة ثلاثة واحد واحد صفر واحد صفر صفر اثنين. الحساب الرئيسي له الذي قبله هو تكلفة المبيعات ثلاثة واحد واحد صفر واحد اسم الحساب تكلفة المبيعات دولار نوع الحساب حساب فرعي لأنني لا أستطيع أن أفرع من تكلفة المبيعات دولار حساب آخر ونختار عملته بالدولار فالحساب الفرعي قد يكون بأي عملة ثم أقوم بعملية الحفظ نقوم الآن مثلا بإدخال حساب آخر متفرع من تكلفة النشاط الجاري فإذا كانت تكلفة مبيعات الفترة ثلاثة واحد واحد فمردودات مبيعات الفترة سوف يكون رقم ثلاثة واحد اثنين الحساب الرئيسي له هو الحساب الذي قبله تكلفة النشاط نقوم بإدخاله في الدليل المحاسبي إضافة ثلاثة واحد اثنين الحساب الرئيسي تكلفة النشاط ثلاثة واحد نوع الحساب حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه عملته بالريال ثم أقوم بعملية الحفظ يتفرع من حساب مردودات مبيعات الفترة مردودات المبيعات سوف يكون رقمه ثلاثة واحد صفر واحد ثم استطيع ان افرع من مردود المبيعات مردود مبيعات بالريال مردود مبيعات بالدولار وغيرها نبدا الان بادخال مردودات المبيعات كحساب رئيسي 3121 الحساب الرئيسي له الحساب الذي قبله مردودات مبيعات الفتره 312 نقوم بالضغط على زر اضافه صفر 01 الحساب الرئيسي له 312 مردودات مبيعات الف نوع الحساب رئيسي عملة الحساب ريال لأنني أستطيع أن أفرع منه ثم سوف أفرع منه مردود مبيعات بالريال سوف يكون رقم ثلاثة واحد اثنين صفر واحد صفر صفر واحد كما هو ظاهر أمامكم ثلاثة واحد واحد صفر 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 واحد نقوم الآن بإدخال حسابات مصاريف النشاط التي هي المصاريف الإدارية والعمومية في شاشة الدليل المحاسبي. كما قلنا المصروفات رقمها ثلاثة ينقسم إلى تكلفة النشاط التجاري المرتبط بتكلفة البضاعة المباعة رقم ثلاثة واحد. مصاريف النشاط رقمها ثلاثة اثنين. نقوم بإدخال حساب مصاريف النشاط في الدليل المحاسبي. مصاريف النشاط الحساب الرئيسي له حساب المصروفات. يتم الضغط على زر الإضافة. ثلاثة اثنين الحساب الرئيسي له ثلاثة اسم الحساب مصروفات النشاط نوع الحساب حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه عملة الحساب بالريال بنفس العملة المحلية لذا ثم أقوم بعملية الحفظ تنقسم حسابات مصاريف النشاط أو يتفرع منها حساب المصروفات الإدارية والتسويقية والمصاريف الإدارية والتسويقية قسم منها مصاريف البيع التوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية الشهرية وغيرها نبدأ الآن بإدخال حساب المصروفات الإدارية والتسويقية رقمه ثلاثة اثنين واحد الحساب الذي قبله أو الحساب الرئيسي له هو حساب مصاريف النشاط ثلاثة اثنين نقوم بإدخاله في الدليل إضافة ثلاثة اثنين واحد الحساب الرئيسي هو حساب مصروفات النشاط ثلاثة اثنين اسم الحساب المصروفات الإدارية العمومية والتسويقية نوع الحساب حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه العدد من الحسابات عملته ريال ثم أقوم بعملية الحفظ الآن نبدأ بتقسيم وإدخال وإدراج الحسابات المندرية تحت المصروفات الإدارية والتسويقية فالمصروفات الإدارية والتسويقية تنقسم إلى العديد من الحسابات مثل مصاريف البيع التوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية نبدأ الآن بإدخال حساب المصروفات الإدارية والعمومية كمثال طبعا سوف يكون رقم ثلاثة اثنين واحد صفر واحد يقصد بالصفر واحد خانة العشرات كما قلنا سابقا نستطيع أن نقوم بتقسيم المصروفات الإدارية والتسويقية إلى المصروفات الإدارية العمومية رقمها صفر ثلاثة اثنين واحد صفر واحد مصروفات البيع ثلاثة صفر وغيرها من الحسابات المختلفة نقوم الآن بإدخال المصروفات الإدارية والعمومية رقمها ثلاثة صفر واحد الحساب الرئيسي لها هو حساب المصروفات الإدارية والتسويقية ثلاثة يتم الضغط على زر إضافة ثلاثة واحد صفر واحد الحساب الرئيسي له ثلاثة واحد المصروفات الاداريه والعموميه طبعا حساب رئيسي لانني استطيع ان افرق منه الايجارات الكهرباء الماء الانترنت مرتبات الموظفين وغيرها من حسابات المختلفه ثم اقوم بعمليات الحفظ اختيار العمله مع الريال ثم عمليه الحفظ الان نقوم بادخال الحسابات التي تندرج او تنقسم من المصروفات الاداريه العموميه مثلا المرتبات والاجور رقمه ثلاثة اثنين واحد صفر واحد صفر واحد يقصد بالصفر صفر واحد أستطيع أن أقسم المصروفات الإدارية والعمومية أن أفرع منها أكثر من 999 وتسعين حساب كم مثل الحسابات الظاهرة أمامكم نبدأ الأول بإدخال مرتبات والأجور سوف يكون رقم ثلاثة واحد الحساب الرئيسي له الذي قبله هو الحساب المصروفات الإدارية العمومية ثلاثة اثنين إذا إضافة ثلاثة اثنين واحد صفر واحد صفر صفر واحد الحساب الرئيسي لو ثلاثة واحد صفر واحد ثم المرتبات والأجور نوع الحساب حساب فرعي لأنني لا أستطيع أن أفرع منه ولأنه من الرتبة الأخيرة أي رتبة الخامسة عملة الحساب الفرعي قد تكون بأي عملة بالريال بالدولار بأي عملة سوف نختار ريال مثلاً ثم نقوم بعملية الحفظ إذا ما أردنا مثلا إضافة مصروف آخر مثلا مصاريف الكهرباء سوف يكون رقم ثلاثة اثنين واحد صفر واحد صفر صفر اثنين نقوم بالضغط على زر الإضافة ثلاثة اثنين واحد صفر واحد صفر صفر اثنين الحساب الرئيسي له كما هو ظاهر أمامكم في ال... في هذا المثال الإجارة مثلا أو الكهرباء رقم ثلاثة صفر صفر الحساب الرئيسي له الذي قبله ثلاثة اثنين صفر المتفرع من الذي هو المصاريف الإدارية العمومية ثلاثة اثنين صفر واحد الإجارة كمثال ثم نوع الحساب فرعي لأنني لا أستطيع أن أفرع منه يعتبر مرتبة الأخيرة ثم ريال مثلا ثم أقوم بعملية الحفظ إذا ما أردت مثلا إضافة حساب آخر سوف يكون رقمه ثلاثة اثنين واحد صفر واحد صفر صفر ثلاثة مثلا الكهرباء ثلاثة اثنين واحد صفر واحد صفر صفر ثلاثة الحساب الرئيسي لو ثلاثة اثنين صفر واحد الكهرباء نوع الحساب حساب فرعي عملة الحساب ريال ثم أقوم بعملية الحفظ وهكذا نستطيع إدخال بقية الحسابات بنفس الطريقة الإهلاكات مصروفات الصيانة الديون المعدومة التسويات المخزنية وغيرها بنفس الطريقة وبنفس التسلسل الظاهر أمامكم وسوف يكون الحساب الرئيسي له ثلاثة اثنين واحد صفر واحد نبدأ الآن بإدخال وتقسيم حسابات الإيرادات والتي رقمها أربعة وإضافتها في شاشة الدليل المحاسبي نوضح الآن تقسيمات الإيرادات الايرادات رقمها اربعه يقصد بالايرادات هي التدفقات الداخله الى الشركه من الاصول المختلفه او المبالغ التي تحصل عليها الشركه جراء ممارستها لنشاطها التجاري سواء كانت هذه المبالغ ايرادات مبيعات او ايرادات خدميه تنقسم الايرادات الى عده اقسام هناك إيرادات النشاط الجاري المرتبط بطبيعة النشاط التجاري الخاص بالشركة، وهناك إيرادات متنوعة مختلفة. فمن أهم إيرادات النشاط الجاري، إيرادات المبيعات، الكميات المجانية التي تحصل عليها الشركة، الخصم المكتسب الذي تحصل عليه الشركة،, الشركة، مردودات المشتريات. أما النوع الثاني من الإيرادات، الإيرادات الأخرى المتنوعة مثل: فارق أسعار العملات، أرباح رأسمالية، خصمية غياب الموظفين، إيرادات عمولة دائنة، وغيرها من الإيرادات الأخرى المتنوعة. الآن نوضح كيف يمكن إضافة حسابات الإيرادات في شاشة الدليل المحاسبي. نعود الآن إلى شاشة الدليل المحاسبي في نظام المتكامل. نوضح الآن كيف يمكن إدخال حسابات الإيرادات في شاشة الدليل المحاسبي. كما قلنا سابقًا، حساب الإيرادات رقمه أربعة. يتفرع منه الإيرادات المرتبطة بالنشاط التجاري والإيرادات المتنوعة. نبدأ أولًا بإدخال حسابات الإيرادات الذي رقمه أربعة في الدليل المحاسبي. طبعا الحساب الرئيسي لحساب الايرادات في الديل المحاسبي هو صفر معالك الضغط على زر اضافه رقم الايرادات أربعة نتحرك بالتاب او بالماوس الحساب الرئيسي له صفر اسم الحساب الايرادات نوع الحساب حساب رئيسي لانني استطيع ان افرع منه عملته طبعا تكون بعمله النظام المحلي لوريال ثم اقوم بعمليه الحفظ الآن أقوم بإدخال التقسيمات المتفرعة من حساب الإيرادات الإيراد تتفرع منها حساب يسمى إيرادات النشاط الجاري والإيرادات المتنوعة رقمه أربعة واحد الحساب الرئيسي له هو حساب الإيرادات أربعة نقوم بإدخاله في الدليل الضغط على زر الإضافة أربعة واحد اسم الحساب الرئيسي له الإيرادات أربعة اسم الحساب: إيرادات النشاط الجاري والإيرادات المتنوعة. نوع الحساب: رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه إيرادات النشاط الجاري وحساب آخر الإيرادات المتنوعة. عملة الحساب: ريال. حفظ. الآن أقوم بإدخال الحسابات المتفرعة من إيرادات النشاط الجاري والإيرادات المتنوعة. سوف نبدأ أولاً بحساب إيرادات النشاط الجاري. رقمه اربعه الحساب الرئيسي له الذي قبله ايرادات النشاط الجاري والإيرادات المتنوعه اربعه نقوم بادخاله في الدليل الضغط على زر الاضافه اربعه واحد واحد الحساب الرئيسي له اربعه واحد اسم الحساب ايرادات النشاط الجاري نوع الحساب طبعا الرئيسي عمله الحساب ريال حفظ الآن أقوم بإدخال حسابات المتفرعة من إيرادات النشاط الجاري إيرادات النشاط الجاري تتفرع منه العديد من الحسابات مثل إيرادات المبيعات كمية المجانية التي نحصل عليها من الموردين الخصم المكتسب مردودات المشتريات نقوم الآن بإدخال الحساب الأول الذي هو إيرادات المبيعات والذي رقمه واحد صفر واحد يمثل خانة العشرات بمعنى أستطيع أن أقسم إيرادات النشاط الجاري إلى أكثر من 99 حساب كما هو ظاهر امامكم فايراد المبيعات رقمه 41101 الكميات المجانية 41102 الخصم المكتسب 41103 وهكذا نقوم بادخال ايرادات المبيعات في الدليل المحاسبي طبعا الحساب الرئيسي له هو الذي قبله ايراد النشاط الجاري اضافه 411 01 الحساب الرئيسي له 411 إيرادات المبيعات نوع والحساب طبعا رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه إيرادات المبيعات بالريال إيرادات المبيعات بالدولار وهكذا ريال أقوم الآن بعملية الحفظ الآن أقوم بإدخال الحسابات المتفرعة من إيرادات المبيعات فإيرادات المبيعات أستطيع أن أفرع منها أكثر من 999 حساب فإيرادات المبيعات بالريال رقمها أربعة واحد صفر واحد واحد ايرادات المبيعات دولار اربعة واحد واحد صفر واحد صفر صفر اثنين نبدأ بايرادات المبيعات بالريال نقوم بادخاله الحساب الرئيسي له سوف يكون الذي قبله الى المبيعات اربعة واحد واحد صفر واحد اضافة اربعة واحد واحد صفر واحد صفر صفر واحد الحساب الرئيسي له الى المبيعات العام اربعة واحد واحد صفر واحد إلى المبيعات ريال نوع الحساب فرعي لأنني لن أستطيع أن أفرع من إيرادات المبيعات ريال طبعا يكون من الرتبة الخامسة عملة إيرادات المبيعات أو عملة الحساب الرئيسي طبعا ريال أما عملة الحساب الفرعي فهي قد تكون بأي عملة بالدولار بالريال وغيرها ريال إضافة إذا ما أردنا مثلا إضافة إيرادات المبيعات بالدولار سوف يكون رقم أربعة واحد واحد صفر واحد صفر صفر اثنين كما هو ظاهر أمامكم أربعة واحد واحد صفر واحد صفر صفر اثنين نقوم بإدخاله بالدليل المحاسبي إضافة أربعة واحد واحد صفر واحد صفر صفر اثنين ثم إيرادات المبيعات دولار نوع الحساب حساب فرعي لأنني لا أستطيع أن أفرع منه عملته دولار ثم أقوم بعمليات الحفظ بعد انتهاءنا من إدخال إيرادات النشاط الجاري نبدأ الآن بإدخال الإيرادات الأخرى المتنوعة فالإيرادات رقمها أربعة يتفرع منها حساب عام أو رئيسي يسمى إيرادات النشاط الجاري والإيرادات المتنوعة إيرادات النشاط الجاري يتفرع منه إيرادات مرتبطة بالنشاط رقمها أربعة واحد واحد والإيرادات الأخرى المتنوعة الغير مباشرة رقمها أربعة واحد اثنين نقوم بإدخال حساب إيرادات الأخرى المتنوعة في الدليل المحاسبي أربعة واثنين الحساب الرئيسي لا سوف يكون أربعة واحد نقوم بإدخاله في الدليل مع ذلك نضغط على زر الإضافة وإدخال رقم الحساب أربعة واحد اثنين الحساب الرئيسي له أربعة واحد اسم الحساب الإيرادات الأخرى والمتنوعة نوع الحساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه عملته ريال الآن نقوم بإدخال الحسابات المتفرعة من الإيرادات الأخرى والمتنوعة. هناك العديد من الحسابات المتفرعة من حساب الإيراد الأخرى والمتنوعة، مثل: فارق أسعار العملات، الأرباح الرأسمالية، خصميات غياب الموظفين، الإيجارات، إيراد عمولة الدائن وغيرها. نأخذ مثلا: فارق أسعار العمولات يعتبر أول حساب مثلا من إيرادات أخرى متنوعة سوف يكون رقمه 41201 الصفر الواحد يمثل خانة العشرات أستطيع أن أفرع من إيرادات أخرى متنوعة أكثر من 99 حساب كما هو ظاهر أمامكم فنبدأ الآن بإدخال فارق أسعار العمولات رقمه 41201 نقوم بإدخاله في الدليل المحاسبي الحساب الرئيسي له طبعا 412 نقوم بالضغط على زر إضافة أربعة واحد صفر الحساب الرئيسي له الذي قبله أربعة واحد فارق أسعار العملات أو الصرف طبعا حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرغ منه فارق أسعار عملة بالريال وغيرها ثم حفظ إذا ما أردنا أن نفرغ منه حسابا فرعيا كما هو ظاهر أمامكم فارق أسعار العملات رقمه أربعة واحد اثنين صفر واحد صفر صفر واحد الحساب الرئيسي له فارق أسعار العملات أربعة واحد اثنين صفر واحد نقوم بإدخال في الدليل المحاسبي طبعا يعتبر من الرتبة الأخيرة لأنني لا أستطيع أن أفرع منه فارق أسعار العملات بالريال طبعا إضافة أربعة واحد اثنين صفر واحد صفر صفر واحد الحساب الرئيسي له أربعة واحد اثنين صفر واحد فارق اسعار العمله او الصرف بالريال نوع الحساب فرعي لانه من الرتبه الخامسه ولا استطيع ان افر منه عملته ريال ثم اقوم بعمليات الحفظ نكون بهذه الطريقه قد قمنا بادخال جميع الحسابات المرتبطه بالدليل المحاسبي فقمنا بادخال حسابات الاصول الخصوم المصروفات الايرادات إذا ما أردنا مثلا استعراض الدليل المحاسبي الذي تم إدخاله في شاشة الدليل المحاسبي ما عليك إلا الدخول إلى طباعة الدليل ثم تختار مثلا حساب كلي يظهر لك الحسابات الرئيسية والحسابات الفرعية ونقوم بالضغط على زر الطباعة يظهر الدليل المحاسبي بالشكل الظاهر أمامكم ارقام الحسابات اسماء الحسابات العمله نوع الحساب الرئيسي او فرعي ثم الحساب الرئيسي ثم التقرير او الحساب الختامي الذي يظهر فيه اذا ما اردنا استعراض الصفحات كامله او الدليل المحاسبي كاملا نقوم بالضغط في اعلى الشاشه بالسهم الاسود حيث تتقلب ارقام الحسابات نعود مره اخرى الى الدليل المحاسبي نستطيع طباعه الدل المحاسبي بناء على كل أي يشمل الحسابات الرئيسية والفرعية، أو حساب رئيسي يظهر فقط الحسابات الرئيسية فقط، نلاحظ أنه يظهر الحسابات الرئيسية فقط، أو الحسابات الفرعية، نختار فرئه ثم طباعة، نلاحظ ظهور الحسابات الفرعية فقط. إذا ما أردنا مثلاً طباعة حسابات الأرباح والخسائر فقط أي. الحساب رقم ثلاثة المصروف واربعة الايرادات نختار ارباح وخسائر ثم طباعة تظهر لنا الحسابات رقم ثلاثة المصروفات ورقم اربعة الايرادات اذا ما اردنا مثلا طباعة ميزانية عمومية نختار ميزانية عمومية والتي يظهر فيها الاصول والخصوم رقم واحد اثنين نلاحظ ظهورهما نعود مرة أخرى للدليل المحاسبي تستطيع استعراض الحسابات التي قمت بإدخالها من خلال السهم الظاهر أمامكم تستطيع معرفة الحسابات التي قمت بإدخالها كيفما تريد أو طباعة الدليل إذا ما أردت طباعة الدليل تختار كل ثم طباعة يظهر الدليل بالشكل الظاهر امامكم فتستطيع معرفة الحسابات التي قمت بادخالها. يتساءل البعض في شاشة الدليل المحاسبي عند ادخال حساب وحدوث خطأ عند عملية الادخال مثلا تم ادخال عملة خطأ تم إدخال رقم الحساب خطأ تم إدخال اسم الحساب خطأ كيف يمكن معالجة ذلك الخطأ هنالك بعض الحقول في شاشة الدل المحاسبي نستطيع تعديلها فمثلا اسم الحساب نستطيع تعديله بكل سهولة فإذا ما بحثنا مثلا على شركة معلية التجارة والاستثمار قمنا بالضغط على زر البحث ثم F9 يعتبر هو مورد يندرج ضمن الخصوم المتداولة الموردون الموردون المحليون شركه معين للتجاره والاستثمار ظاهره امامكم نقوم بالضغط عليها في حاله انه كان هناك خطا مثلا في الاسم نستطيع التعديل بكل سهوله بالنسبه لاسم الحساب فنقوم بالضغط على زر التعديل مثلا شركه معين للتجاره العامه والاستثمار نقوم باضافه العامه مثلا ثم نستطيع الحفظ الحقل الوحيد الذي نستطيع التعديل فيه في شاشة الدل المحاسبة واسم الحساب لكن عند حدوث خطأ مثلا في العملة في نوع الحساب في رقم الحساب في مثل هذه الحالة إذا لم يكن هذا الحساب قد تم تنفيذ أي عملية عليه ولم يتم إضافته في أي شاشة من شاشات نظام يمان المتكامل لن تستطيع تعديل هذه الحقول وإنما لابد أن تقوم بعملية حذف الحساب ثم إضافته مرة أخرى. فإذا ما قمنا مثلا بالضغط على زر التعديل وأيضا تحويل العملة من ريال إلى دولار، طبيعة الحساب دولار، نلاحظ أننا لا نستطيع. كذلك إذا مثلا أخطأنا في نوع الحساب لا نستطيع التعديل. كذلك في رقم الحساب لا نستطيع التعديل. في مثل هذه الحالة ما عليك إلا أن تقوم بحذفه ثم إضافته مرة أخرى. فيتم التراجع والبحث على الحساب مرة أخرى. الضغط على زر البحث F9 خصوم خصوم متداولة كمورد طبعا الموردون موردون محليون شركة معين نختارها نقوم الآن بعملية حذف الحساب وإضافة مرة أخرى بحث F9 خصوم الموردون الموردون المحليون كان رقم حساب شركة معين هو 007 الآن نضيف مرة أخرى إضافة 221 01 0 07 الحساب الرئيسي له هذا الحساب 221 01 اسم الحساب شركة معين للتجارة العامة والاستثمار دولار نقوم بادخاله نختار نوع الحساب فرعي عملة الحساب نختارها دولار ثم نقوم بعمليات الحفظ اذا اذا كان هناك خطأ في عملة الحساب نوع الحساب رقم الحساب لابد أول أن نحذف الحساب ثم نضيفه مرة أخرى أما إذا كان الخطأ في اسم الحساب فنستطيع التعديل فيه بدون حذف يتساءل البعض ما هي طرق البحث على الحسابات في شاشة الدليل المحاسبي للإجابة هنالك طريقتين من طرق البحث الحسابات في الدليل المحاسبي. الطريقة الأولى من خلال رقم الحساب أو جزء من رقم الحساب، الطريقة الثانية من خلال اسم الحساب. نبدأ أولاً بطريقة البحث من خلال رقم الحساب. لنفرض جدلاً أننا نريد البحث عن شركة معين للتجارة والاستثمار. شركة معين للتجارة والاستثمار تمثل مورد وهي في جانب الخصوم المتداوله. للبحث عنها ما عليك الا الضغط على زر البحث ثم الضغط على اف 9 سوف يظهر هذا المربع الموجب نقوم بفتحه سوف تظهر لنا الحسابات الرئيسيه في الدليل المحاسبي الاصول الخصوم المصروفات الايرادات الموردين موجودين او يظهرون في جانب الخصوم الخصوم المتداوله الموردون الموردون المحليون نلاحظ ظهور شركة معل التجارة والاستثمار. هذه الطريقة الأولى من طرق البحث من خلال رقم الحساب تسمى الطريقة العامة. هذه الطريقة طويلة بعض الشيء خصوصاً إذا كان لديك حسابات كثيرة في الدليل المحاسبي. لذلك هنالك طريقة أخرى أكثر اختصاراً من هذه الطريقة. تقوم الطريقة الثانية على أساس أن يكون مستخدم نظام يمن سوفت حافظا لبعض الحسابات الرئيسية المهمة ومن أكثر الحسابات المهمة والأكثر تداولا وتحركا واستخداما في الشركات هي الحسابات التالية حساب الصندوق ورقم هذا الحساب الرئيسي هو واحد 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 حساب البنك ورقمه الرئيسي واحد اثنين اثنين صفر واحد حساب العملاء أو المدينون ورقمه واحد اثنين ثلاثة صفر واحد حساب الموردين أو الدائن ورقمه اثنين اثنين واحد طبعا هذه الحسابات ربما تختلف من شركة إلى أخرى أو من دليل إلى آخر لكن المهم مهما اختلف رقم هذا الحساب أن يكون مستخدم نظام يمن شفت المتكامل حافظا لهذه الحسابات الرئيسية ما الفائدة من حفظ هذه الحسابات؟ تفيدني كثيرا في عملية البحث من خلال رقم الحساب أو إضافة الحسابات الجديدة ولمعرفة ذلك نعود مرة أخرى إلى شاشة الدليل المحاسبي لنفرض جدلا أننا نريد أن نبحث عن المورد شركة معين للتجارة والاستثمار شركة معين تظهر في جانب الخصوم والدولة أو حساب الموردين الحساب الرئيسي للموردين كما ذكرناه سابقا هو اثنين واحد صفر واحد كحساب رئيسي للبحث بطريقة سهلة ما عليك الا الضغط على زر البحث ثم عند رقم الحساب تقوم بادخال الحساب الرئيسي للموردين اثنين صفر واحد ثم الضغط على F تسعه وبحث عن الحساب المطلوب نلاحظ ظهور مربع موجب نقوم فتحه المورد المحليون نلاحظ ظهور أرقام الحسابات أو أرقام الموردين بشكل سريع وسهل وليس طويلاً من ضمنهم شركة معين للتجارة والاستثمار. فإذا ما أردنا مثلاً البحث على حساب الصندوق، ما عليك الضغط على زر البحث، الحساب الرئيسي للصندوق واحد 12101 صفر واحد، ثم نقوم بالضغط على F تسعة ونقوم بفتح المربع الموجب. نلاحظ ظهور جميع الصناديق التي تتعامل معها الشركة بشكل سريع وسهل إذا ما أردنا مثلا البحث عن العملاء نقوم بالضغط على زر البحث الحساب الرئيسي للعملاء رقمه واحد اثنين ثلاثة واحد اف تسعة ونقوم بالبحث عن العملاء عملاء الشركة نلاحظ بطريقة سهلة وسريعة يظهر جميع العملاء الذين نتعامل معهم في حساباتنا وفي معاملاتنا المالية والتجارية إذا تعتبر هذه الطريقة طريقة حفظ الحسابات الرئيسية للحسابات الأكثر استخداما في الواقع العملي والتي هي حساب الصندوق، البنك، العملاء، المدينين تسهل لي عملية البحث من خلال رقم الحساب. الطريقة الثانية من طرق البحث عن الحسابات هي من خلال اسم الحساب. ومن أجل البحث عن الحسابات من خلال اسم الحساب. الطريقة سهلة للغاية نقوم بالضغط على زر البحث أو العدسة ثم نذهب إلى اسم الحساب العربي ونقوم بإدخال رمز النجمة مثلا نريد البحث عن شركة معين نقوم بكتابة فقط معين ثم الضغط على F9 ثم فتح المربع الموجب نلاحظ ظهور الاسم مباشرة إذا ما أردنا مثلا البحث على بنك التضامن الإسلامي نقوم بالضغط على زر البحث ثم إدخال رمز النجمة ثم نكتب التضامن ثم الضغط على F9 F9 ثم فتح المربع نلاحظ ظهور أي حساب يحتوي على بنك التضامن بنك التضامن الإسلامي دولار بنك التضامن الإسلامي ريال إذا ما أردنا مثلا البحث على أحد العملاء مثلا محلات الشيماء نكتب الشيماء فقط ندخل رمز النجمة ثم نكتب الشيماء نكتب اسم الحساب أو جزء من اسم الحساب، ثم الضغط على F9، F9، ثم نفتح المربع الموجب نلاحظ ظهور محلات الشمال للتجارة العامة. تعتبر طريقة البحث من خلال الاسم أكثر الطرق استخداماً في الواقع، وتستخدم في جميع شاشات نظام يمن سوفت المتكامل للبحث سواء على الحسابات أو على الأصناف عند عمليات البيع أو الشراء. نكون بهذا قد أوضحنا طريقة للبحث طريقة البحث من خلال اسم الحساب وطريقة البحث عن الحسابات من خلال رقم الحساب يتساءل البعض كيف يمكن إضافة الحسابات الجديدة في الدليل المحاسبي للإجابة على هذا التساؤل هناك طريقتين لإضافة الحسابات الجديدة الطريقة العامة وهي طويلة بعض الشيء الطريقة المختصرة نبدأ الآن بشرح الطريقة العامة المثال لنفرض جدلا أننا نريد إضافة العميل محلات عمار التجارية في الدليل المحاسبي طبيعة العملاء أنهم يندرجون ضمن الأصول المتداولة نوضح الآن خطوات الإضافة على النحو التالي يتم الضغط على زر البحث ثم F9 ثم نفتح المربع الموجب تظهر الأصول التقليدية العامة، العملاء يندرجون ضمن الأصول، الأصول المتداولة، العملاء، عملاء الشركة، نلاحظ ظهور جميع العملاء الذين تعامل معهم الشركة. يمثل العميل محمود آخر عميل من عملاء الشركة. رقم حسابه واحد اثنين ثلاثة صفر واحد صفر صفر خمسة أي أن العميل محلات عمارة التجارية سوف يكون رقمه واحد اثنين ثلاثة صفر واحد صفر صفر ستة لإضافة العميل عمار نقوم بالضغط على زر إضافة وكتابة آخر رقم واحد اثنين ثلاثة صفر واحد صفر صفر ستة الحساب الرئيسي للعملاء هو الظاهر أمامكم واحد اثنين ثلاثة صفر واحد نقوم بكتابة اسم العميل ريال نوع الحساب حساب فرعي لأنه من الرتبه الأخيره ولا استطيع أن أفرع منه عملته ريال. ثم أقوم بعملية الحفظ. إذا ما أردنا مثلا إضافة مورد جديد مثلا شركة هاشم التجارية بالدولار. الموردون يندرجون ضمن الخصوم المتداولة. فما عليك إلا الضغط على زر البحث ثم تسعة. نفتح المربع الخصوم. الخصوم المتداولة الموردون موردون محليون نلاحظ ظهور جميع الموردين الذين تتعامل معهم الشركة نلاحظ أن شركة معل التجارة والاستثمار هي آخر مورد رقمها 221 واحد صفر واحد صفر صفر أي أن شركة هاشم التجاري سوف يكون رقمها 008 لذلك نضغط على زر الإضافة ثمانية تحرك بالتاب أو بالماوس يمثل الحساب الرئيسي ظهر أمامكم المتفرع منه جميع الموردين ثم نكتب اسم الشركة المورد دولار نوع الحساب فرعي لأنه من الرتبة الأخيرة ولا أستطيع أن أفرع منه عملته دولار ثم حفظ بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب يتم إضافة بقية الحسابات الجديدة التي نريد استخدامها باستخدام الطريقة العامة الطويلة. الطريقة الثانية لإضافة الحسابات الجديدة في الدليل المحاسبي وهي طريقة سهلة وبسيطة، هو أن يكون مستخدم نظام يمن سوفت المتكامل حافظا للحسابات الرئيسية المهمة. ما هي أهم الحسابات الأكثر استخداما في الواقع العملي الأكثر استخداما في الشركات؟ نقوم بعرض تلك الحسابات. من أهم تلك الحسابات حساب الصندوق حساب البنك حساب العملاء حساب الموردين هذه حساباتها الرئيسية قد تختلف من دليل الى آخر من شركة إلى أخرى المهم أن يكون مستخدم نظام مايسوفت المتكامل حافظا لهذه الأرقام ولهذه الحسابات الفائدة من حفظ الحسابات الرئيسية لهذه الحسابات أنها تساعدني في إضافة الحسابات الجديدة في الدليل المحاسبي بشكل سهل وسريع وتساعدني كذلك في عملية البحث عن الحسابات لتوضيح ذلك أكثر لنفرض أننا نريد إضافة عميل جديد في شاشة الدليل المحاسبي الحساب الرئيسي للعملاء هو واحد اثنين ثلاثة واحد نعود الآن إلى شاشة الدليل المحاسبي ونقوم بإضافة العميل الجديد ما عليك إلا الضغط على زر البحث ونقوم بإدخال الحساب الرئيسي للعملاء الذي هو واحد ثلاثة صفر واحد طبعا قد يختلف من شركة إلى أخرى قد يختلف من دري إلى آخر المهم أن نكون حافظين لهذا الحساب الرئيسي بعد إدخال الحساب الرئيسي للعملاء ما عليك إلا الضغط على F9 ثم فتح المربع الموجب نلاحظ ظهور جميع العملاء الذين تتعامل معهم الشركة بالشكل الظاهر أمامكم آخر حساب في حسابات العملاء هو محلات أمارة تجارية رقمها واحد اثنين ثلاثة صفر واحد صفر صفر ستة أي أن محلات الحماد التجارية سيكون رقمها صفر صفر سبعة نقوم الآن بإضافة محلات الحماد التجاري كعميل نقوم بالضغط على زر الإضافة واحد اثنين ثلاثة صفر واحد صفر صفر سبعة الحساب الرئيسي له هو حساب العملاء الذي قمنا بحفظه واحد اثنين ثلاثة صفر واحد ونقوم بإدخال اسم العميل محلات الحماد التجاري ريال نوع الحساب طبعا فرعي لانه من الرتبه الاخيره لا استطيع ان افر منه عملته ريال ثم حفظ اذا ما اردنا الآن مثلا اضافه مورد جديد مثلا شركه عبد الرحمن التجاريه الحساب الرئيسي للموردين هو 22101 ما عليك الا الضغط على زر البحث ثم ادخال الحساب الرئيسي للموردين واحد ثم ضغط على F9 وفتح المربع الموجب نلاحظ ظهور جميع الموردين الذين تتعامل معهم الشركة ظاهرة أمامكم أرقامهم وأسماءهم الآن الحساب الأخير للموردين 22101008 أي أن محلات أو شركة عبد الرحمن سوف يكون 009 22101009 نقوم بالضغط على زر إضافة ونقوم بادخال الرقم الحساب الرئيسي هو الحساب الذي قمنا بحفظه وهو الظاهر امامكم 22101 ثم نقوم بكتابه اسم الشركه دولار نوع الحساب فرعي عمله الحساب دولار ثم حفظ اذا ما اردنا أن مثلا اضافه حساب جديد مثلا حساب الصندوق بريال السعودي ما عليك إلا الضغط على زر البحث رقم حساب الصندوق هو واحد،, واحد اثنين واحد صفر واحد ثم اف تسعة نبحث عن آخر حساب من حسابات الصناديق نلاحظ أن جميع الصناديق ظاهرة أمامكم آخر حساب هو صندوق درهم رقم واحد واحد صفر واحد صفر, صفر أربعة إذا ما أردنا إضافة حساب صندوق سعودي نقوم بالضغط على زر الإضافة سوف يكون رقمه واحد اثنين واحد صفر واحد صفر صفر أربعة الحساب الرئيسي له الحساب الذي قمنا بحفظه 12101 صندوق ريال سعودي نوع الحساب فرعي عملة الحساب ريال سعودي ثم أقوم بعملية الحفظ إذا ما أردنا البحث على العملاء الذين قمنا بإدخالهم بحث نقوم بإدخال الحساب الرئيسي للعملاء بشكل سريع ثم F9 نلاحظ أننا نستطيع معرفة جميع العملاء بشكل سهل وسريع. نكون بهذا قد قمنا بشرح أهم خطوات إضافة الحسابات الجديدة بالدليل المحاسبي. يتساءل البعض كيف يمكن طباعة الدليل المحاسبي؟ نستطيع ذلك بكل سهولة. ما عليك الا الدخول الى طباعه الدليل سوف تظهر لك العديد من الخيارات المختلفه فاذا ما اردنا مثلا طباعه الحسابات الفرعيه نقوم بالتاشير على فرعي ثم طباعه نلاحظ ظهور جميع الحسابات الفرعيه التي قمنا بادخالها من الرتبه الاخيره ظاهره امامكم نقلب الصفحه من على الشاشه الصفحه الثانيه الثالثه الرابعه وهكذا اذا ما اردنا مثلا طباعه الحسابات الرئيسيه فقط نؤشر على الرئيسي ثم طباعة نلاحظ ظهور الحسابات الرئيسية فقط بالشكل الظاهر أمامكم إذا ما أردنا طباعة الدليل بالكامل أي يشمل الحساب الرئيسي والفرعي نقوم باختيار كلي ثم طباعة نلاحظ ظهور الحسابات الرئيسية والفرعية معا عدد الصفحات أربع صفحات ظاهرة أمامكم في على الشاشة نستطيع التقريب منها على الشاشة بهذا الأسلوب نستطيع طباعة الدليل المحاسبي ما عليك إلا الدخول إلى إعدادات الطابعة وتقوم بتحديد نوع الطابعة التي ستقوم بعملية الطباعة ثم أوكي موافق ثم تذهب إلى Print الطباعة وتحدد عدد الصفحات التي تريد فعدد الصفحات في الدليل خمس صفحات هل تريد طباعة الكل أو تحدد مثلا من الصفحة الأولى إلى الصفحة الثالثة وهكذا أو من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة ما تريد كوبيس يحدد لك عدد النسخ من كل صفحة هل تريد من الخمسة الصفحات هذه من كل صفحة نسخة أو نسختين أو أكثر كوبيس ثم ثم بعد تقوم بعملية الضغط على أوكي موافق وستبدأ عملية طباعة الدليل المحاسبي إذا كان جهازك مرتبط بالطابعة طبعاً نستطيع طباعة الدليل المحاسبي على أساس الحسابات، فإذا ما أردنا مثلاً طباعة أرباح وخسائر فقط أي حساب المصروف رقم ثلاثة وحساب الإيرادات رقم أربعة نقوم بالتحديد على أرباح وخسائر ثم طباعة تظهر فقط حسابات المصاريف وحسابات الإيرادات بالشكل الظاهر أمامكم. إذا ما أردنا طباعة حسابات الميزان العمومي فقط أي الأصول ورقمها واحد والخصوم رقمها اثنين نختار ميزان عمومي ثم طباعة نلاحظ ظهور حسابات الأصول والخصوم فقط نعود مرة أخرى إلى شاشة الدليل المحاسبي نكون بهذا قد انتهينا من شرح الدليل المحاسبي بشيء من التفصيل بحيث يستطيع مستخدم نظام يمنسوفت المتكامل البدء بالعمل في النظام بشكل صحيح وبشكل سليم